وللمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، يعني إلى جانب الحفلات الترفيهية والغنائية هناك أيضا فعاليات وأنشطة رياضية، كما تابعنا الآن انطلاق البطولة العربية للجودو التي تستضيفها العالمين. ضعنا في تفاصيل هذه البطولة وغيرها من الفعاليات. نعم، تحياتي لك في البدايه ولجميع المشاهدين. بالفعل ما زالت الفعاليات الرياضيه تتصدر المشهد بشكل كبير داخل مدينه العالمين الجديده. يمكن ذكرت حول البطوله العربيه للجودو المقامه في مدينه العالمين. هذه البطوله بالفعل يعني انطلقت اليوم، المنافسات انطلقت اليوم، ولكن الافتتاح الرسمي سيكون غدا باذن الله. يشارك في هذه البطوله 18 دوله عربيه واكثر من 400 لاعب ولاعبه من مختلف الدول العربية. هذه البطولة وإن كانت تحدث على أرض العالمين الجديدة فهي تعبر على قدرة مصر الأكيدة على استضافة جميع البطولات والفعاليات الرياضية الدولية. يمكن هذا فيما يخص البطولة العربية للجودو. فيما يخص الفعاليات الرياضية الأخرى، نتحدث عن يعني حدث رياضي في غاية الأهمية، وهو حدث يعني يخص السيارات، وهو سباق السيارات الذي سوف ينطلق في 18 من هذا الشهر، وهو عبارة عن سيارات يعني سباق سيارات من نوع الكارتينج، وهي يعني نوع من أنواع الرياضات في سباق السيارات يهواه الجميع وله عشاق كثيرين من مصر ومن جميع الدول العربية. وبالفعل إدارة المهرجان خصصت الحلبة التي ستقام فيها السباق وأعدتها لتكون مطابقة للمعايير المحلية والدولية. ومن المتوقع أيضا أن يشارك في هذا السباق يعني شريحة كبيرة من هواة سباق السيارات. هذا فيما يخص الفعاليات الرياضية التي تحدث الآن داخل مدينة العالمين. إذا تحدثنا عن الفعاليات الفنية أيضا، نتحدث عن الاستعداد لمهرجان كبير جدا وهو مهرجان القاهرة للدراما. هذا المهرجان الذي انطلق منذ أيام، المؤتمر الصحفي التمهيدي له، وسوف يشارك فيها العديد من الفنانين المصريين، والذي يأتي تحت شعار 60 عام من الدراما بمناسبة يعني انطلاق أول عمل درامي في مصر منذ 61 عام. هذا المهرجان أيضا له يعني صدى إعلامي كبير، سيقام في مدينة العالمين وعلى إحدى الشواطئ وبالتحديد في نورث سكوير مول. هذا المكان الذي يشهد منذ بداية انطلاق المهرجان العديد من الفعاليات يعني الفنية. إذا هي فعاليات محمد يعني متنوعة ما بين الفعاليات الرياضية والفنية والغنائية. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة.